طيب، يعطيكم العافية يا شباب. طبعا آخر باب احنا توقفنا فيه هو الدوال، عرفنا ايش هي الدوال، حكينا عن لولا في عندي نوعين، في عندي دوال built in وفي عندي user defined، انه دوال المستخدم او المبرمج هو بعرفها، تمام. وشفنا كيف وضعية التعريف، تمام، وكذلك حكينا على arguments و return. وشفنا الشغلة هذه انه في دالة الماكس تاخد، هذا عبارة عن argument، الدالة هذه بتروح بترجع نتيجة، ممكن اعمل له assignment في متغير، تمام. وحكينا المرة الماضية على best practice. ايش هو best practice؟ ايش هو best practice يا شباب؟ اللي هي ايش؟ فيش فيها input ولا output، فيش فيها input ولا output. زي ما انت شايف الدالة زي هيك عبارة عن صندوق بتأدي وظيفة معينة، تاخد باراميتر وبترجع قيمة، تاخد باراميتر وبترجع قيمة، تمام. الآن بدنا ناخد يعني أمثلة على دوال بلت إن، وبعديها بدي يعني ناخد تمارين عليها، تمام. دوال البلت إن بدي أفتح لك هنا البايثون كونسول، تمام. طبيعة الحال انت في عندك دالة البرنت، هذه دالة بلت ان وانت يعني عارفها ومتعود عليها، والوظيفة تبعتها انه تطبع لي اوتبوت على الشاشة. في المقابل انت في عندك دالة الانبوت، ممكن تاخد ولا حاجة، تمام. فبالتالي بصير انا عندي البرومت في الشاشة بستنى مني انبوت من الكيبورد، وممكن انه انا احط رسالة تطلع للمستخدم عشان يعرف بالضبط ايش المطلوب. فبالتالي بتطلع الرسالة وبطلع البرومت انه ايش المطلوب. وزي ما انت شايف هنا انا عشان انا على الشيل دالة الانبوت راحت رجعت لي القيمة هنا، بس لو انا على البي شان بتشوفش هذا الكلام، تمام. فعشان هيك للدوال اللي بترجع قيمة، الاولى انه انت ايش تسوي، تروح تخزنها في متغير زي هيك، نيم بتساوي انبوت، هذه دالة بترجع قيمة، تمام. القيمة هي اللي انا ادخلتها من الكيبورد، الاولى انه انت تخزنها في متغير عشان انه انت تعيد استخدامها. هيك صار القيمة اللي انا ادخلتها محفوظة في هاي المتغير، شوفوا. ممكن تجري عليها عمليات زي ما بدك، ممكن تقول ويلكم، زائد ميل، مظبوط؟ أو تقول ميل ضرب ثلاثة، مظبوط؟ ميل ثلاث مرات، أحمد ثلاث مرات، تكررها ثلاث مرات، تمام؟ فشايف إيش فائدة إنه أنت تخزن في المتغير؟ بروح بحفظ لك إياه في المتغير، بتقدر تسوي فيه اللي بدك إياه، تجري عليه عمليات زي ما بدك. وهذا الكلام شفناه المحاضرة الماضية في مثال السوبر ماركت، انه بدنا نشوف قديش مقدار الخصم، انه القيمه، قيمه المجموع، الشغلات اللي انت اشتريتها من السوبر ماركت رحت اخذته واجريت عليه عمليه حسابيه عشان احسب مقدار الخصم قديش، تمام. طيب، بطبيعه الحال في عندك داله الماكس يعني متعلقه بالارقام،
ممكن تديها باراميتر قد ما بدك، بتروح بترجع لك اكبر رقم، وبطبيعه الحال الداله من بالضبط. وزي ما انت شايف الاوتبوت بتطلع عندك هنا، معنى ذلك انه الداله بتعمل ريتيرن، معنى ذلك انه المين والماكس ممكن ان انت تحفظهم في المتغيرات. هاي انت عندك بي بتساوي، شوف قيمه البي قديش، 2 زي ما شفنا هنا الراجع تبع المين. في عندك داله الابس ايش بتسوي؟ تاخذ بس رقم واحد، ايش بترجع؟ القيمه المطلقه absolute value. الابس بترجع absolute value، تمام؟ ايش القيمه المطلقه؟ لو كان الرقم موجب بترجعه زي ما هو، لو كان الرقم سالب بترجعه موجب. وعلى ذلك لو قلت له ماينس 3 ايش برجع؟ 3. واضح؟ واضح داله الابس؟ دالة هذول بلتين. في عندك دالة الباو باور 2 3، 2 مرفوع على القوة 3 8، تمام؟ نعم. طيب يبقى هدول الدوال اللي بتتعامل مع الأرقام. خلي بالك الماكس والمن لما أنا أديها string، يعني هنا الماكس ل A ولا A، مين أكبر؟ ال A capital ولا ال A small؟ احنا اتفقنا على هذا الكلام، وديتكم الترتيب من الأصغر للأكبر، وهي سجلت لك اياه هنا. يبقى انت عندك الالفابيتيكال اوردر الفابيتيكال اوردر ترتيب من الصغير للكبير. اول حاجه انت عندك السبيس، بعديها من 0 ل 9، بعديها اي زد كابيتال، بعديها اي زد سمول. معنى ذلك انه مين اكبر؟ الـ A capital ولا الـ A small؟ الـ A small، تمام؟ هذا الموضوع محل أسئلة، واخد بالك؟ تمام؟ باجي أقول لك مين أكبر؟ الـ space ولا الـ zero؟ الـ zero. طب والمين؟ أصغر حاجة السبيس، هو أصغر من الزيرو، أصغر من التسعة، أصغر من الاي كابيتال، وأصغر من الاي سمول. طبعا أنا حدي لك إياه في سترينج، يعني زي هيك، يعني ممكن أنا أجي هلو وورد أحط لك شكل لك إياه كابيتال وسمول، وممكن أحطه بسبيس أو بدون سبيس، تمام؟ بتكون عارف ايش النتيجة اللي بتطلع. فبالتالي هيها مسجلة انت عندك هنا في السلايد، بتكون عارف هاي الشغلة، لانه زي ما حكيت لك الترتيب الابجدي لو ما كنتش عارفه مش هتعرف تجاوب السؤال، تمام؟ طيب كذلك من الدوال في عندي دالة الرينج، هذه مرت علينا وين؟ في الفور. ايش بتسوي الدالة هذه؟ بترجع سلسلة من الارقام. شوف كيف برجع لك اياها؟ برجع لك اياها كأوبجكت، أوبجكت رينج. هذا الكلام الأوبجكت والكلاس لسه حناخده الفصل الجاي ان شاء الله، بس انت عشان تكون يعني شايف ايش معنات سلسلة من الارقام بدي احول لك اياها للست، تمام؟ زي ما انا باجي بعمل مثلا انتجر لا 1 2 3، هذا عبارة عن تحويل، صح؟ انه هذا السترينج بدي احوله انتجر. انا هنا ايش بدي اسوي؟ الرينج بدي احوله للست،
شايف كيف؟ سلسلة من الأرقام 0 1 2 لغاية 9 تمام؟ طيب هجيت الرينج هذا لما أنت تديله بس باراميتر واحد معنى ذلك إنه إيش بيعطي لك؟ إيش بيعتبر هذا الباراميتر؟ الانت بتساوي 10 نقطة النهاية لا مش 10 9 تمام 10 أرقام بالضبط بالضبط تمام وهنا الستارت باي ديفولت 0 زي ما انت شايف هنا هاي رينج 0 ل 10 تمام والستيب قديش بتساوي 1 كل مرة بزود 1 هاي 0 1 2 3 4 تمام خلي بالك هاي عبارة عن كومنت تمام يبقى هذا الكلام انا بدي اكرره وايش بدي اديله بديش ابدا من الزيرو بدي ابدا من الثلاثة يبقى هيك النهاية 9 والبداية صارت بدل الزيرو صارت 3 والستيب ضايلة 1 ممكن تحط باراميتر الثالث اللي هو عبارة عن قديش مقدار الزيادة بديش كل مرة تزود لي 1 بدي اياك تزود لي 2 فبالتالي هنا النهاية عن 9 والبداية عن 3 والستيب انا عندي 2 ايش حيصير لاحظ هنا انه من 3 ل 10 بدأ من 3 4 5 لغاية 9 هنا ايش حيصير 3 5 7 9 تمام وهدول بتغير فيهم قد ما بدك يعني انت ممكن تعمل يبدأ من 3 لغاية 100 وكل مرة يزود 5 ايش هيعمل 3 8 13 وهكذا تمام يبقى النهاية انا عندي عند 100 او 99 ومش هيبدأ مش هيصل لعند 99 حسب مقدار الزيادة حسب مقدار الستيب تمام لغاية 98 لأنه 93 زائد 5 98 بدي يزود عليها 5 بطلع خارج النطاق بالضبط كيف 199 تمام كيف ليش ما كملش بكره عند 199 لانه هذه عباره عن كومنت انا بحكي لك ايش هم البارامترز هذول هاي الكود تمام يبقى انت عندك البدايه 3 والنهايه لغايه ال100 يعني 99 والنهايه والستيب 5 الستيب انا ما عدلتهاش برضو انا هنا فبالتالي هاي ممكن نمسح زي هيك ونحط هنا الستيب 5 فلاحظ انت عندك 3 زائد 5 زائد 5 13 13 و 5 18 وهكذا لغاية زي ما حكينا 93 زود عليها 3 98 عفوا 93 زود عليها 5 98 98 ننفع نزود عليها 5 لا بنطلع خارج النطاق لأنه النطاق حكينا لغاية بالضبط تمام يبدأ باختصار الملخص دالة رينج ممكن تعطيها باراميتر واحد او اثنين او ثلاثة ايش بيحدد لو اديتها باراميتر واحد ايش بيعتبره النهاية وبعتبر بشكل افتراضي البداية من عند صفر والنهاية عفوا مش النهاية الستيب واحد تمام لو اديته تو باراميتر شو بعتبرهم البداية والنهاية والستيب باي ديفولت بتضلها واحد لو اديته ثلاثة باراميتر بروح باخدهم زي ما انت حددتهم تمام
لا باراميتر واحد النهاية. تمام؟ هيو باراميتر واحد هيو النهاية 9 الستارت باي ديفولت 0 والستيب 1. حددتهم انا هنا؟ لا بس هي كتبت لك اياهم في الكومنت هنا. تمام؟ طيب كيف؟ مش سامع مين اللي بيسأل؟ كم ستيب؟ الديفولت؟ الديفولت الافتراضية واحد والبداية الافتراضية زيرو الستيب الافتراضية واحد والستيب والستارت الافتراضية زيرو. تمام؟ طيب نرجع لدالة الابس ناقص ثلاثة 3.7 أو 6 3.6 بدي اياك تعمل نفس هاي الدالة. ايش الغرض من هذا الموضوع؟ انت ممكن تيجي تقول لي انه الدالة هاي معمولة وجاهزة ما استخدمها، ليش تطلب مني انه انا اعيد اكتبها مرة تانية؟ لانه انا بدي اشوف هل انت فاهم فعلا عمل الدالة هادي، وفي نفس الوقت بدي اياك تتمرن على كتابة الدوال، بديك تتعامل معها مع البيست براكتس. تمام؟ فكيف بدنا نعملها؟ مين يقول لي كيف فكرة ال ممكن نقول احنا اذا كان العدد موجة اقوى من صفر يعني مفقد زمن، اذا كان العدد اقل من صفر نضبط الزمن. بالضبط. يعني زميلكم بيحكي انه لو انا عديته 3 بترجع لي الرقم زي ما هو، موجب رجع لي اياه زي ما هو. لاحظ علي ايش بحكي، اذا الرقم موجب رجعه زي ما هو، واذا سالب برضو اذا تمام، واذا سالب بنروح بنجيب الموجب تبعه. كيف بنجيب الموجب تبعه؟ نضربه في سالب واحد. تمام؟ فهذا كيف بنكتبه؟ طيب اكتب دالة تأخذ رقم وتقوم بإرجاع القيمة المطلقة للرقم. طبعا الدالة هي بدي أعرفها ديف ماي أبس، وأنا قاصد إنه نعطيها اسم مختلف عن البيلت إن، ينفعش أحط اسم نفس البيلت إن. تمام؟ ماي أبس شو بتأخذ؟ لو كان إيش؟ برجع لي هي زي ما هو صفر، فعشان هيك إحنا هنقول أكبر من أو تساوي. بالضبط. فالكلام اللي كنا نحكيه بدنا نترجمه ككود، كنت اقول اذا كان رقم موجب رجع لي زي ما هو ريتيرن. يبقى هنا اف النمبر هذا اكبر من او تساوي صفر ايش بدي اعمل؟ بيست براكت. خلص بدك تتعود الانبوت والاوتبوت بدك تطلعه برات الداله. تمام؟ يبقى ريتيرن النمبر رجع لي اياه زي ما هو. هنا إلس، إلس شو معناته؟ أصغر من الصفر يبقى نيجاتيف، الرقم هذا سالب بالسالب. إيش بسوي؟ بعمل ريتيرن للنمبر ضرب سالب واحد. ممكن انا اسوي هاي الشغله في سطرين، انه انا اجري العمليه الحسابيه اجيب الريزلت واقول له سالب واحد، وممكن اسويها في نفس السطر انه ريتيرن نمبر ماينس واحد. فهو ايش بسوي؟ بجري العمليه الحسابيه وبرجع الناتج. تمام؟ واضح؟ طيب نيجي للاستدعاء. ايش يا استاذ؟ في حد يسال؟ نعم؟ مصورة انت عيني مصور. تمام؟ وبعدين حرفع لك اياه على الجيت هاب. طبعا هذا الكلام بنحطه في جملة طباعة. تمام؟ وهنا انا مش محتاج انه انا اقلق انه انا بدي اديله انتجر ولا فلوت.
خلص هو لوحده القيمة بيعرفها هي 3 ايش مفروض رجع لي 3 وهنا 3.7 بيرجع 3.7 هناك انتجر وهنا سمول هذه انتجر وهذه فلوت وهنا نجرب القيم السالبة print او ندخل على سبيل المثال ماينس 19 وهنا ماينس 2.9 هذا برضو انتجر بس بالسالب وهذا فبروح برجع لي اياهم كله موجب هنا ايش حيرجع 3.7 19 2.9 كله موجب نشوف نشغل هاي كله موجب كيف ممكن تعمل جملة ادخال يعني هاي نقول نعملها مباشرة ولا بتقيها عملكم إياها في سطرين مباشرة صح؟ انتو تعودتوا يعني صرتوا مبرمجين وعن هذا الكلام بدك تحوله لفلوت هيك بطلب مني يدخل لو بدي أنا بدي أعمله في سطر منفصل إيش بسوي؟ بروح باخذ هذا الكلام وبحطه هنا ان بتساوي وهنا بعمل ان تمام بس انا اختصرت الكلام بدل ما هو سطرين حطيته في سطر واحد تمام يبقى هذا الكلام بدي اعلق لك اياه اخلي لك اياه عشان تعرف انه هذا هو نفسه هذا تمام هنا بدي اكتب لك كمان ملاحظه انه call in the same line هنا input and call in the same line فهذا الكلام انا بدي اسويه وهنا اعمل float input enter ليش مش ظابطة؟ ليش مش مفهومة؟ إن أنت تعمل دالة جوا دالة هذا يفترض إنه أنت تكون يعني متعود عليه يعني على سبيل المثال بدي اقول لك برنت بدل ما انا احدد نص الرساله بدي اخذه من الكيبورد انبوت انا ايش سويت استدعيت داله ايش اعطيتها باراميتر برضه داله أنا بتهيالي أوضح لو كانت إنه زي هيك دالة بتعطيها باراميتر استدعاء دالة يبقى أنت حتطبع اللي أنا حدخله من الكيبورد تمام؟ طيب الانبوت هذا بدنا نحوله بدي اعمل دالة استدعاء في دالة استدعاء في دالة فممكن انت تقول زي هيك وتقول لي float شايف هذا هذه تذكيرة الفلوت وهذه تذكيرة البرنت تمام يبقى انت بتاخد input وبتحوله لفلوت بعدين تطبع لي على الشاشة هاي 13 او 12 و3 تمام واللي انا بسويه هنا نفس الكلام ببساطه تمام طيب هنا حول اياهم كلهم موجبات وهنا ندخل رقم
هي ماينس 3.4 بيطلع لي الموجب تبعه. تمام يا استاذ اللي طلب بالانبوت؟ كل حاجة فيها يعني كل حاجة انتم بدكم اياها بانبوت وكأنه بتأمنوش الا بالانبوت يعني. تمام؟ طيب دائرة الباور مش حكينا باور 3 و 2 3 مرفوع على القوة 2 قديش؟ 3 مرفوع على القوة 2 9 3 و 3 9 طب 2 مرفوع على القوة 3 اللي هي عبارة عن 2 في 2 في 2 2 في 2 4 4 في 2 8 تمام؟ اوعك استردجك في الامتحان. نعم تمام. فاقرأ صح 3 مرفوع على القوة 2 مش 2 مرفوع على القوة 3 لا احنا بنمشي هيك تمام. 3 مرفوع على القوة 2 معناها 3 مضروبة في نفسها مرتين. 3 مرفوع على القوة 3 3 في 3 في 3 نعم هاي بدنا نعمل زيها باينري ايش يعني بدك تحولها لسالب والموجب؟ شو علاقة الباينري في السالب والموجب؟ كيف؟ مش سامع انه الانبوت يكون باينري وبدك تحوله؟ في عندك دالة للتحويل كيف؟ لا لا في عندك دالة للتحويل بس انا مش مستحضر ايش هي. تمام؟ طيب هذه دالة الباو بدنا نعمل زيها. ايش الفكرة تبعتها؟ اكتب دالة تأخذ رقمين تمرر لها رقمين وتقوم بحساب الرقم الأول مرفوع للقوة للرقم الثاني وتقوم بإرجاع عشان يكون محدد. وقاعد أكتب دالة تمرر لها برقمين خلاص الانبوت والاوتبوت جوا الدالة ما بدناش اياها. يبقى هنا بتمرر باراميتر بتعمل ريتيرن تمام بيرجع الرقم الاول مرفوع للقوة للرقم الثاني. فبالتالي هنا def my power خلينا نكملها وبقول له هنا x و y ببساطة شو بعمل return x X أس ال Y كيف أس ال Y؟ خلي بالك لو جيت عملت لي زي هيك في الامتحان
وانت ما عملتش ولا حاجة. بتكون مش فاهم اللوجيك تبع الدالة انه ايش المطلوب بالضبط. فبالتالي المطلوب انه انت ايش تسويه؟ اكس مرفوع على القوة واي. تمام؟ نجرب. عدة استدعاءات جوا جملة برنت. ماي باور ونديله هنا 3 2 و 3. هذا عارفين الناتج المفروض يكون 8. وايش كمان؟ 3 و 2 9. 3 في 3 ب 9. تمام؟ و 3 كيف؟ ما نكتب ايش؟ انا عامل برنت هنا والاستدعاء، بس الدالة هنا هل عملت برنت جوا الدالة؟ لا. هاي اللي انا بقصده. واضح؟ تمام؟ هنا 3 و 3. نعم هيك صح. لانه انت بدون برنت مش حيطلع لك اشي على الشاشة. يعني عشان هاي بتعمل ريتيرن، يعني هاي هذا بدي اعمل لك اياه كومنت. تمام؟ وهي بدي استدعي لك اياها بدون برنت. وفعليا بحسب لك وبرجع قيمة. بس بيظهرش اشي على الشاشة. بالضبط. ما في شيء على الشاشة. ممكن انت ايش تسوي؟ تقول له ار بتساوي وبعديها برنت الار. تمام؟ احنا ايش نسوي؟ بدل ما نكتر اسطر نخزن في المتغير بعطيها يطلع المتغير، ما دام انا بديش اغير عليه شيء بطلعه على طول. بالضبط. فبالتالي هي طباعة له مباشرة بدل ما انا احفظه متغير لانه بديش اسوي عليه ولا شيء. تمام؟ واضح؟ يبقى اتفقنا انه هاي نتيجها قديش؟ 8 وهاي 9 وهاي 27. نعم يبقى شغالة صح. شغالة صح. تمام؟ كيف؟ بدك تعمل انبوت برضو؟ ماشي. نعم عمل لك 2 انبوت جوا هنا. نعم خليها انتجر، بدنا يعني نحددها انه انتجر، وهنا انبوت وهنا انتر اكس، وهنا نفس الكلام. ايش بدك الاكس؟ 5 مرفوع على القوة قديش؟ 4. 5 مضروبة في نفسها 4 مرات بيطلع عندك 625. تمام؟ حكيت للناس اللي هذا الكلام مربكها بدي اعيد لك اياه هنا، بدي اكتبه في 3 اسطر، انا الكلام هذا اختصرته في سطر واحد. تمام؟ بدي اعيد لك اياه في 3 اسطر. فجيت هذا هنا اكس بتساوي او خليها اي. تمام؟ هنا انتر اي عشان تفرق بين الاولى والثانية. بي بتساوي نفس الكلام. وهنا الاستدعاء بده يكون زي هيك، بس ايش بدي اديله؟ A و B. يبقى سطر 14 هو فعليا انا ممكن اصرته لثلاث اسطر. تمام؟ اللي هو سطر 15 و16 و17. اخذت الانبوت الاول، اخذت الانبوت الثاني، وبعديها مررته. تمام؟ طيب. لا ما احنا ميزناه هي وهذا اكس وواي، بنرجع بندخل كمان انبوت. تمام؟ هاي 5 مرفوع على القوة 4، حكينا 605
وعشرين. وانت قديش بدك الـ A؟ ثلاثة. مرفوع على القوة قديش؟ أربعة. ثلاثة مضروبة في نفسها أربع مرات واحد وثمانية. نعم تمام. فهي موجودة انت عندك الطريقتين، واستخدم اللي بريحك. تمام. في ناس بتفضل انه بتدخلها في سطر واحد خلاص، يعني بدل ما يكتر الأسطر. وفي ناس انه هذا مقروء ريدابل اكتر، مفهوم اكتر. تمام واضح يا شباب؟ في اي سؤال لحد الان؟